رخم اما انت عيل رخم وجودي يعمل ازمه وبلد كودي تتزحم محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط طفل من عقار في المنيرة الغربية. بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفل يدعى رضا، يبلغ من العمر 9 سنوات. ابن المطرب إسماعيل الليثي اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر، مما أسفر عن مصرعه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيق. وأعلن حمو بيكا مطرب المهرجانات وفاة ابن المطرب إسماعيل الليثا، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، حيث كتب معلقا: إن لله وإن إليه راجعون. رضا ابن النجم إسماعيل الليثي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا رب ويصبر أهلك يا رب. كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة سبب وفاة ابن المطرب إسماعيل الليثي البالغ من العمر 9 سنوات، حيث تبين أنه أثناء لهوه اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر بمنطقة المنيرة الغربية، ليلقى مصرعه متأثراً بالإصابات التي لحقت به وفشلت محاولات إنقاذه. واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطفل ولم يشتبهوا في وفاته جنائياً، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط طفل من عقار في المنيرة الغربية. بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفل يدعى رضا، يبلغ من العمر 9 سنوات. ابن المطرب إسماعيل الليث